تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي حبك كل اثنين، ثاني يوم في الأسبوع. إن شاء الله يكون أمس يوم الأحد اللي حبك كل أحد، بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي نتوكل فيه على الله أولا، ونوكل أمرنا له، ونتجه إلى أعمالنا بطاقة إيجابية وبروح عالية عشان ننجز في العمل ونخدم هذا الوطن المعطاء. وأهم شيء طبعا دائما نكون بروح إيجابية وابتسامة وسيعة عشان ننجز أفضل ويمشي اليوم مثل ما نحب. يا جماعة، لما نتوجه صباحا لأعمالنا ولقضاء حوائجنا ونحن مبتسمين وابتسامة طالعة من قلبنا وطاقة إيجابية، ترى سبحان الله رب العالمين سخر لك الأرض ومن عليها مثل ما يقولون، وتلاقون يومكم أفضل وصحتكم على المدى البعيد أفضل. بما نقول عن صحة وقاعد نقول عن سعادة، أكيد هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. معي اليوم في الإخراج أيمن سرحيل، أبو نوح صباحك ورد، ومعي اليوم في التنسيق ميرا المري، يعطيك ألف عافية ميرا. وطبعا هذا شكر مقدم لفريق الإعداد اللي يعد حلقات صحة وسعادة كل يوم في إدارة الإعلام في هيئة الصحة بدبي، شكرا لكم، يعطيكم ألف ألف عافية. هذا الجلود المجهولين اللي ما حيشوفهم لكن شغلهم يطلع إلى العلن لما احنا نقدم فقرات صحة وسعادة. ما راح نطول على أسماء لأن عارف أن أسماء ترينا على الخط، راح نروح لأسماء الجناحي راح تقولنا ما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباحك إن شاء الله الطاقة الإيجابية ما شاء الله واضحة عندك يا أسماء، خبرينا. مثل ما تعرفون أي حد بيدخل السوشيال ميديا بيشوف أن وسم فيروس كورونا هو مصدر ترند مو بس في الإمارات، في كل العالم. نحن أمس في هيئة الصحة وبعض الجهات الصحية أعلن أو أرسلنا أو نشرنا مجموعة من الفيديوهات بأربع لغات، باللغة العربية والإنجليزية والأوردو والصينية، ومعها لغة الإشارة كذلك. هاي عشان يعني نقدر الحين نوصل لكل شرائح المجتمع ونوعيهم بالمعلومات الصحيحة اللي يحتاجون يعرفونها، لأن تعرفين دكتورة وايد معلومات غير صحيحة تنتشر الحين في قنوات التواصل الاجتماعي، فحبينا الحين نكون بأكثر من لغة بأكثر من طريقة عشان نوصل للجميع ونوصلهم المعلومات الصحيحة. ممتاز. كذلك كان عندنا أمس وفد يمثل شركة إيبك العالمية، وهي البحث في التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بتطوير مشروع الملف الطبي الإلكتروني، ومنها تم بحث تعزيز فرص الشراكة الاستراتيجية مع عدد من المشاريع اللي مثلها مشروع نابض. دكتورة، مشروع نابض هو يهدف إلى أن يكون ملف موحد كامل يجمع القطاع الخاص والحكومي، فكلهم من يكون ملف واحد، وهذا اللي قاعد تشتغل فيه هيئة الصحة في الفترة الحالية. أيضا في اليوم إن شاء الله بنكون في نقل مباشر الساعة 11 نتكلم عن سرطان القولون، فنحن نتمنى أن الكل يسمعنا عشان يستفيد من هذا اللايف. وهي تقريبا أغلب الأشياء اللي صارت، لكن في النهاية نحن ننصح الجميع بأخذ المعلومات الصحية من الأقسام أو من وزارة الصحة والهيئات الصحية بالدولة. ودمتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك، نهارك سعيد. من أسماء رح ننتقل إلى التغذية مع الأستاذة ندى علي، رح تكلمنا عن كيف يتصرف الجسم مع السكر البسيط. والله كل السكر شرير، بسيط أو معقد كله شرير، بس يلا نشوف شو سافة السكر البسيط وكيف جسمنا يتعامل مع السكر. صباحك ورد أستاذة ندى. اهلا فيك، حياك الله بصحه وسعاده. الله يحييك. اول شيء نقول شو يعني السكر البسيط وكيف جسمنا يتصرف فيه. اوكي، الحين الكثير من الناس يقولون انهم يحتاجون سكريات،
هاي السكريات محتاجينها كأنها مصدر للطاقة، وهو صحيح أول مصدر للطاقة أو المصدر الأساسي للطاقة هي السكريات أو السكر. فشوهي حبيت اليوم أوضح شو الفرق بين السكريات سريعة الامتصاص أو السكريات البسيطة والسكريات الصحية، وكيف يتصرف الجسم مع السكر سريع الامتصاص. فأولا السكريات هاي سريعة الامتصاص مثل الشوكولات، مثل الحلويات، مثل العصائر أو السكر المضاف للمشروبات سواء كانت ساخنة أو حتى المشروبات الجاهزة العصائر. الجسم لما يتلقى أي نوع من السكر يرتفع تلقائي السكر في الدم، في عند استهلاك هاي السكريات البسيطة يرتفع السكر بسرعة، فيقوم الأنسولين يتصرف في هذا الأثناء ويأخذ السكر من الدم أيضا بشكل سريع، فيسبب هبوط في السكر، فيصير الجسم محتاج مرة ثانية لسكر آخر ويشتهي حلويات وسكريات مرة أخرى، فندخل في الحلقة المغلقة هاي مرة ثانية ويصير يأخذ أي سكر بسيط بسرعة عشان يرتفع السكر مرة ثانية بسرعة ويأخذ الأنسولين من الدم ويرجع ينخفض بسرعة. فهذا ما نسميه إدمان السكر والحلويات. فالحين حبيت أطرح بعض الحلول عشان نتجنب اللي هي السكريات والارتفاع السكر وانخفاضه بسرعة في الدم. فالحل الأول أنه نأخذ ألياف مع الحلويات أو السكريات اللي نأخذها. مثلا ممكن ندخل الألياف مثل الفواكه، بدل ما أخذ نوع من الحلويات نأخذ صنف من الفواكه تحتوي على ألياف وتحتوي كذلك على السكريات اللي هو مصدر أساسي للجسم. ثاني شيء ممكن نبطئ امتصاص السكر في الجسم عن طريق إضافة أي مصدر بروتين أو ألياف أو دهون صحية، مثلا إضافة المكسرات مع الحلويات، هذا مصدر كمصدر دهون مفيدة وبروتين يبطئ سرعة الامتصاص السكر. كذلك ممكن نضيف الأفوكادو أو زبدة الفول، هذول مصادر دهون صحية أيضا تبطئ امتصاص السكر. وأيضا ممكن إضافة الجبن مثلا مع العسل، هذا مصدر بروتين أيضا يساعد على تبطيء سرعة امتصاص السكر في الدم. وهذا حل لتخفيف شهية الحلويات عن طريق إبطاء امتصاص السكر. ممتاز. فإضافة المكسرات والألياف للحلويات تساعدنا على المدى البعيد ممكن نقول يقلل كمية استهلاكنا للسكر، لأنه أصلا بيكون امتصاصه بطيء، فنحس إن إحنا شبعانين مثل ما يقولون لفترة أطول. بالضبط. هو البروتين أو ألياف أو دهون صحية نحاول ندخلهم مع الحلويات عشان يعطينا فترة شبع أطول ويعطينا اللي هو امتصاص بطيء واحتياجات وتغذية مفيدة كاملة، يعني سليمة بتكون التغذية. ممتاز ممتاز. شكرا لك أستاذة ندى علي أخصائية التغذية، مداخلتك اليوم بخصوص كيف يتصرف الجسم مع السكر البسيط. شكرا لك، نهارك سعيد. حياكم. من التغذية رح ننتقل إلى حديث الساعة، مثل ما قالت أسماء الجناحي إن الترند حاليا في وسائل التواصل حول العالم وبس في الإمارات هو عن فيروس الكورونا المستجد. نسأل الله إن شاء الله يعافينا وإياكم من الأمراض بشكل عام، مو بس الكورونا، أي مرض إن كان. أنا أعطيكم اليوم، دائما إحنا كل يوم في صحة وسعادة نتكلم عن كيف نقي نفسنا من انتقال المرض. اليوم رح نتكلم عن الجهة الثانية، هي المعلومات الخاطئة عن الفيروس هذا. وهذا يعني من وجهة نظري إنه أهم جدا، يعني نعطيه ممكن أقول 70% من الأهمية، لأن للأسف المعلومات الخاطئة ممكن تسوي هلع ما لا داعي، ممكن تساعد في نقل الفيروس أكثر من لو إحنا التزمنا بالمعلومات الصحيحة. فشو المعلومات الخاطئة اللي توصينا، اللي طبعا إحنا ماخذينها من المصادر الرسمية، من وزارة الصحة، هيئة الصحة بدبي، وصحة أبوظبي فقط، أي مصدر غير هذا يعتبر مصدر غير صحيح. شو المعلومات الخاطئة؟ طبعا أول شيء الكمامات، طبعا الناس صار عندها هوس باستخدام الكمامات وصارت تشتري الكمامات لدرجة أن الكمامات صارت مو موجودة في الصيدليات، خلصت من الصيدليات. الكمامات، شو المعلومة الخاطئة تقول؟ الكمامات لا تقي من الأمراض، الكمام ترى لا يقي من المرض، وتعطي انطباع خاطئ أو سلبي للوقاية. ليش؟ لأنها تجعل الشخص يلامس الوجه كثيرا، طبعا لضبط وتصليح الكمام مما يزيد خطر نقل الفيروس باليد بالأيادي الملوثة من الأسطح ومن غيره. ونستخدم الكمام فقط في أي حال، يستخدم الكمام إذا أنا عندي أعراض تنفسية،
إذا الشخص عنده أمراض تنفسية مثل الكحة، العطاس، الكحة، أو أنت قاعد تهتم بشخص عنده أمراض تنفسية. عرفنا؟ يعني مو بأنا صاحية ما عندي شيء أسي ألبس كمام وناس تمشي فيه في المولات وفي الأسواق، هذا خاطئ. إذا أنا عندي أعراض تنفسية ألبس الكمام عشان ما أنقل العدوى لما أكح ولما أعطس، ما أنقل لشخص ثاني. أو إذا أنا عندي في البيت حد قاعد أهتم فيه عنده أعراض تنفسية، أنا ألبس الكمام لوقاية نفسي، بس ألبسه من غير سبب هذا ما ننصح فيه أبدا أبدا. أيضا هذه المعلومة جدا مهمة، الثوم. وايد السوشيال ميديا ما شاء الله عن وصفات الثوم وأنه هو يقي من الكورونا وأنه هو علاج كورونا، هذا وايد قاعد يدور. الثوم غذاء صحي، نعم يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، لكن لا يوجد دليل أن تناوله يقي من الإصابة مو بالكورونا يا جماعة، بأي شيء، بأي مرض آخر. نعم يحسن مناعتكم شوي، لكن ما يستوي أنا أروج أقول هذا عبارة عن علاج، هذا مو علاج أو هذا مو وقاية من الثوم. طبعا دائما نشجع أن الواحد يأخذ كل العناصر الغذائية الأساسية، الفيتامينات والمعادن والفيتامين دال وغيره وغيره، للحفاظ على صحة عامة أفضل ومناعة أفضل. لكن هل يقي؟ لا ما يقي. لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت انتقال مرض الكورونا من خلال البضائع. أحب أن يعني أن نطمن كل الحريم اللي تطلب من كل المواقع أو التطبيقات أو المحلات الصينية أو اللي من البلاد اللي ينتشر فيها مرض الكورونا إن لا ينتقل عن طريق البضائع، فارتاحوا يا حريم وشروا اللي تبونه. لا ينتقل المرض، هاي نقطة مهمة، بمجرد المرور بالقرب من شخص مصاب. يعني لو شخص مصاب أنا بس طفت عدالة ما ينتقل بهالطريقة. يجب أن يتم التواصل المباشر، يعني يكح في وجهي أو يعطس وجهي أو أني أنا مثلا صافحته باليد. عشان شي إحنا دائما شو نأكد على أهمية نظافة اليد، دائما نظفوا أيديكم. في فيديو بعد جميل منتشر في وسائل التواصل عن أهمية اليد في نقل أجين أنا مرة أخرى أنا دائما أقول كل الفيروسات أو كل الأمراض مو فقط الكورونا، لكن نشدد في الكورونا لأنه مثل ما قلنا هو حديث الساعة. نظافة اليد شيء مهم جدا جدا جدا. نروح المطاعم نقعد على الطاولات يا جماعة، قبل ما ناكل نغسل نظف ايدنا بالمعقم ونغسل ايدنا بالماء والصابون. نروح للجمعيات نمسك الترولي لازم نمسحها بمعقم وننظف ايدنا بالماء والصابون او بالمعقم، وهذا يسري على كل شيء. بعد المصافحه مع اي حد كل هذا يباله فقط تعقيم اليدين، عشان لما نلمس كيف راح ينتقلنا الفيروس؟ اذا الايادي ملوثه نلمس الوجه العينين او الجلد راح ينتقل الى الجسم وتصابون بالمرض، ومرض هذا نقول كل الأمراض وليس فقط الكورونا، قصدي كل الأمراض التنفسية الكحة والزكام والإنفلونزا وغيرها. إن شاء الله نكون وضحنا لكم المعلومات الصحيحة، ونرد نقول لا تأخذوا معلومات خاطئة، لأن مثل ما قلنا ممكن يسوي خوف ما له داعي، ممكن يؤدي لممارسات خاطئة تزيد نسبة الإصابة بالمرض. فرح نطلع إن شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تواصلوا معنا، طرشوا لنا اقتراحاتكم ملاحظاتكم، عندكم شكر، عندكم اقتراح يساعد في تحسين الخدمة، ترى هذه بوابتكم عشان ناخذ احنا الاقتراح وننقل للمعنيين، وان شاء الله ان شاء الله إذا اقتراح جيد ويساهم في تحسين أهم شيء خدمة المتعاملين أو تحسين أي من العمليات اللي نقوم فيها في هيئة الصحة، إن شاء الله أكيد راح يتم تطبيقه. أمس كنا نتكلم عن مشاكل السمع عند الأطفال، اليوم راح نروح لنوع ثاني من المشاكل اللي يعاني منه عدد من الأطفال اللي هي مشاكل العيون. يعاني كثير من الأطفال من مشاكل متعددة في العيون، ومنها انكسار الرؤية التي تتسبب في ضعف البصر ما لم يتم التدخل العاجل لتصحيح النظر. بنتكلم عن هذا الموضوع، الأخطاء الانكسارية ومشاكل العيون بشكل عام عند الأطفال. استرنا يكون معنا اليوم عن طريق الهاتف الأستاذة سلافة إمام فضل العوض، أخصائي أول بصريات بإدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة سلافة. السلام عليكم، صباح الخير. عليكم السلام، حياك الله في صحة وسعادة. أهلا وسهلا، مرحبا. أول شيء نوضح للمستمعين شو معنى انكسار الرؤية عند الأطفال، وشو المقصود فيه، شو العوامل المتساعد له، هل له علاج أو ما له علاج وغيره، تفضلي. نعم، في توضيح بسيط أحب نقول يعني أول نتكلم عن الرؤية السليمة عشان نعرف الخطأ المصاحب.
عملية الرؤية هي عملية معقدة وتتجلى في قدرة الله سبحانه وتعالى، يتدخل فيها الجانب الحسي والجانب المعنوي، ما يلي مركز الإبصار والذاكرة في المخ، أي أنها عملية فيزيائية كيميائية وعصبية ونفسية. إذا حاولنا تبسيط الأمر في صورة قصة بسيطة، قصة دخول الضوء إلى العين حيث تحدث له عملية انكساف داخل العين بواسطة الجهاز البصري، وما نعني به الجهاز البصري هي القرنية وعدسة العين السائل الزجاجي والشبكية. هذا التجميع أو الانكسار يقوم بتجميع الضوء في الشبكية وخلايا الشبكية الحساسة للضوء، المستقبلات الضوئية والفوتوسنسرز، تقوم بتحويل هذا الضوء إلى نبضات عصبية تمر عبر العصب البصري إلى مركز الإبصار في المخ، الذي يقوم بمعالجة الصور المتكونة من العينين معا، دمجهما وترجمة ذلك في صورة مرئيات وإدراك حسي. طبعا هذه العملية تتم في كسر بسيط جدا من الثانية لا يمكن وصفه، وهي عملية يعني معقدة لكن حاولت أن أقوم بتبسيطها يعني. ممتاز. طبعا من البديهي أن يكون هذا المسار، مسار الضوء الداخل، لازم يكون شفاف خالي من المعيقات أو العتمات أو التشوهات، نعم. وفيزيائيا يجب أن تكون العيون في مقاسات محددة لتحدث عملية الانكسار. ما أعنيه بالمقاسات، في أبعاد محددة، أبعاد تشريحية من حيث الطول والحجم، مقاسات الأنسجة في العين يجب أن تكون في الصورة الطبيعية، تختلف باختلاف مقاسات العين وتختلف باختلاف العمر، حيث نجد أنه مثلا في الأطفال من حيث أنه العين لم تتم يعني لم يتم نموها بعد فبتكون صغيرة، فهناك انحرافات أو انكسار وظيفي نعتبره أو فيسيولوجيكال يعرف بالهايبرمتروبيا أو طول النظر الوظيفي، وذلك يتناقص تدريجيا مع نمو العين ووصولها للمقاس الطبيعي. أيضا من الطبيعي أو من البديهي أن معظم العيون لا تصل إلى المقاس الطبيعي من الولادة إلى البلوغ، يكون هناك بعض الفروقات. المخ عادة يستطيع التعامل مع هذه الفروقات بصورة صورة أدابتيشن أو صورة تكيف. كذلك توجد بعض الفروقات ما بين العينين، توجد بعض الصور الغير واضحة إلى حد ما يستطيع المخ التعامل معها. إذا حدث إن الفروقات هذه أكبر من قدرة المخ على التكيف، تحدث تشوهات في الصورة وتحدث اضطرابات لدى المخ ويطالب العينين بالتصحيح. ببساطة نعني بالأخطاء الانكسارية هي خلل في الجهاز البصري، أو عندما تنحرف أشعة الضوء عن مسارها أو مرورها، أو أن الخيال المتشكل على الشبكية يكون غير واضح يؤدي ذلك إلى تشوش في الدماغ يجعله يقوم بعمل حلول تصحيحية للصور المتكونة عليه. ممتاز. أستاذة سلافة، لو نخبر الأمهات شو الأعراض اللي تعطي الأم دلالة أن الطفل عنده مشاكل انكسارية في العين، في أي عمر ممكن هي تكتشف أول مرة أنه هو عندها المشكلة، وهل هلا كيف يتم التشخيص وهل له علاج؟ نعم، عشان نعرف أولا العلامات لازم نكون عارفين أولا أنواع الأخطاء الانكسارية. الأخطاء الانكسارية عندها أنواع متعددة تختلف باختلاف العمر. نعم. كما ذكرت سابقا أن هناك طول نظر أو هايبرمتروبيا، ما نسميه اصطلاحا هايبرمتروبيا أو طول نظر وظيفي عند الأطفال منذ الولادة، يختفي تدريجيا بنمو العين حتى تصل إلى المقاسات الطبيعية ويختفي هذا الخطأ الانكساري. نعم. لكن في حالات قد تكون درجة الخطأ كبيرة جدا عند الأطفال تؤدي إلى تشوهات في الرؤية، وذلك يعني يستدعي التدخل العاجل. هناك نوع آخر يسمى المايوبيا، أو هي قصر النظر. عادة نعم قصر النظر اصطلاحا، أو قصر النظر هي كلمة غير معبرة، تسميها حسر البصر صح. باللغة العربية. هي عادة ما تبدأ عند الأطفال من سن البلوغ تقريبا أو سن المراهقة نعم. للتغيرات الكثيرة في الجسم. نعم. ممتاز. هناك خطأ آخر يسمى اللابو أريا أو الاستجماتيزم، وهو نوع من التشوه، الصورة المتكونة في الشبكية تكون في شكل خط وليس في شكل نقطة. نعم. نعم. هناك عدة
علامات وأعراض وشكاوى لو تناولناها بالتفصيل. هناك أعراض تظهر على الأطفال مثلا في جوانب السلوك وفي جوانب المظهر وفي جوانب الأداء وفي جوانب النشاط الحركي. تفصيلا في الجانب السلوكي نلاحظ على الأطفال وضع الأشياء قريبا جدا أو بعيدا جدا من العين، طلب مقعد أو مكان للجلوس الخاص في الفصل أو في مكان يعني مكان أو في المكان المحدد للأطفال، نعم. التوجه للأمام من أجل رؤية الأشياء البعيدة، جعل الجسم مشدود أثناء القراءة أو أثناء الرؤية، رؤية الأشياء البعيدة أو النظر إليها، العبوس أثناء القراءة، محاولات لإزالة الغشاوة، فك العين بصورة متواترة، الترميش بصورة متواترة خلال القراءة، تغطية إحدى العينين لتحسين الصورة، إمالة الرأس في أي من الاتجاهات لتصحيح الصورة، نعم. أو صعوبة متابعة حركة الأشخاص والأشياء. أمم. في الجانب الأداء يلاحظ على الطفل مثلا إظهار بطء في التعلم، في تعلم القراءة تحديدا، أو ضعف الإنجاز ويظهر في نفس كمية أو نوعية العمل وبطء في التعلم، في معدل التعلم عموما. الطفل عادة يكون لديه مدى قصير للانتباه، يعني تشتت انتباهه أو تركيزه بسرعة. أمم. من ناحية النشاط الحركي بيكون الأداء ضعيف مثلا في الألعاب التي تحتاج للتنسيق بين اليد والعين، إظهار ضعف في تنسيق عضلات العين، التعثر بالأجسام الصغيرة، أو الانحناء قريبا جدا من الأرض أو مكان العمل لالتقاط الأشياء الصغيرة جدا الطفل بيكون ما شايفه. نعم. من ناحية المظهر تظهر على الجفون قشور أو حوافها تكون حمراء أو متورمة، وتكون هناك إفرازات بصورة متواترة، يكون هناك تدميع واحمرار في العين، وأيضا قد تنحرف إحدى العينين عن الوضع المعتدل الطبيعي. في الجانب بتاع الشكاوى، ودي لمحة مهمة جدا لأن بعض الأهل بيعتبروا أن شكاوى الأطفال نوع من التحايل أو اللعب أو نحو ذلك، نعم. ويجب الانتباه إليها جدا. مثلا تكون العين حساسة جدا للضوء، هناك حرقة أو حك أو حكة في العين أو الجفون، هناك تغييم للرؤية أو رؤية الأشياء بصورة مضاعفة double vision، أحيانا تتداخل الحروف والسطور مع بعضها أثناء القراءة، أحيانا تبدو الكلمات وكأنها تتحرك أو تقفز أثناء القراءة، وبالطبع الصداع المتواتر. ممتاز. أستاذة سلاف، نلاقي الأمهات من الحالات اللي مرت علينا لما يكون الطفل عنده أي مشكلة في العين ويضطر يلبس نظارة، نعم فتلاقين الأم دائما عندها شوية تردد إن الطفل يلبس نظارة عشان يصحح عيوب العين. هو معظم عيوب العين أو انكسار في الرؤية، هل هو علاجه معظمه بالنظارة أو في بعض الحالات تحتاج تدخل جراحي أو شيء؟ نعم هناك عدة طرق لمعالجة الأخطاء الانكسارية، أبسطها هي النظارات الطبية، صح. توجد العدسات اللاصقة كخيار أيضا، أمم وتجرى الجراحات التصحيحية بمختلف تقنياتها، فهناك عدة خيارات يعني. لكن في الأطفال عموما يحبذ الأطفال الصغار بالذات يعني يحبذ النظارات الطبية لأنها أسهل وأضمن والتعامل معها سهل. ممتاز. الأطفال اللي يلبسون النظارات، شو ممكن أعطي نصيحة للأمهات عشان مثلا تسهل الطفل؟ طبعا وجود النظارة على العين صعب، يعني شوية يعني يتم وزن على العين والطفل لازم ياخذ احتياطات معينة، ففي عندك نصائح ممكن نعطيها للأمهات عشان يسهل إن الطفل يتقبل النظارة أو إنه يلبس النظارة؟ هو عموما الأطفال يجب تشجيعهم على لبس النظارة لأنها ضرورة ملحة يعني لتصحيح النظر، لأن النظر الغير سليم بيعطي إدراك غير سليم، لأنه صحيح. معظم الأطفال أو 80% من المدركات تأتي عن لدى الأطفال تأتي عن طريق النظر، فيجب تشجيع الطفل على لبس النظارة، اختيار الفريم الجيد الجميل الجاذب للأطفال، النوعية الخفيفة السهلة، سهلة الخلع واللبس وسهلة التنظيف وذلك يعني. ممتاز. نعم شكرا لك أستاذة سلاف إمام فضل العوض، أخصائي أول بصريات بإدارة حماية الصحة العامة. شكرا شكرا جزيلا لك حبيبتي. لك، الله يخليك. طبعا هي شرحت لنا باختصار العيوب الانكسارية اللي تكون عند الأطفال، ومثل ما قالت فعلا في بعض الأمهات لما يجون العيادة يقول لك تكتشف مثلا بعد فترة طويلة أن الطفل أصلا كان عنده مشاكل في العين، إنه مثلا قصر نظر بالعادة. تقول في البداية أنا كنت أحسب الولد بس يتدلع أو مثلا ما يبغى يصير المدرسة أو ما يبغى يذاكر. هناك خيط رفيع طبعا بالنسبة لنا إحنا كأمهات بين شو الحقيقة وشو اللي الطفل ممكن ياخذه كحجة عشان ما يذاكر. أنا يعني دائما انا انصح الامهات انه
حتى لو انت شاكه احتمال انه بس مجرد يقول حجه عشان مثلا ما يبغى يذاكر وايد او ما يبغى يصير الصبت. دائما دائما ما نفرض ان الطفل غير صادق، ناخذه اول شيء للعياده. ليش؟ لان لو وديته العياده او وديته عن طبيب العيون او وديته عن اخصائي البصر، اخصائي فحص البصر اللي يقدر يشوف هل هو عنده فعلا مشاكل في الانكساريه في العين او لا، وطلع انه طبيعي، بعد هذا خلاص يعني انه ما في شيء نخاف منه. لكن الخوف دائما اذا احنا افترضنا ان الكلام هذا غير حقيقي، بالتالي الطفل مسكين يجي له عقب نوبات صداع، لانه يتم صداع من وين يجي؟ لانه يتم يضغط على عضلات العين فتره طويله عشان يقدر يركز بشكل احسن او عشان يقرا بشكل افضل. ودائما خلوا تواصل بينكم والمدرسه، يعني مثلا اذا هو يقول مثلا ماما مثلا انا مو قادر اشوف السبوره، انا ما بسير المدرسه، انا مو قادر اذاكر او غير هذا، تواصل مع المدارس. والحين ما شاء الله المدارس في تطبيقات مع الاهل، وفي ما شاء الله مدرسين يتواصلون مع الاهل عن طريق تطبيقات او ارقام التليفون او غيره. تواصلوا مع مدرس الصف واسألوا كيف الطفل في الصف. الطفل هل هو المدرسة تلاحظ أنه عنده صعوبة أن يشوف العصبورة، صعوبة أن يركز، يشتكي من آلام في الرأس بشكل مستمر، يشتكي أنه فعلا ما قادر يشوف. خلوا التواصل بينكم والمدارس ترى موجود. لازم إحنا كأهل، يعني إحنا ترى كلنا منظومة واحدة، الأهل، المدارس، الصحة، كلنا منظومة واحدة، ترى كلنا عبارة عن مجتمع واحد. فنتواصل مع المدرسة ونسأل إذا فعلا مدرسة قالت فعلا إن أحيانا يقوم من مكانه يجي قدام أو فعلا ما يقدر يقرأ على كلام على السبورة، لازم تودونا عند طبيب يفحص البصر، يتأكد إنه ما عنده مشاكل في البصر، لأن تدخل مبكر دائما أفضل. نطلع الآن فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حقق مكتب صندوق الصحة التابع لهيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي العديد من الإنجازات التي ساهمت بشكل فاعل في التخفيف عن المرضى وذويهم التكلفة العلاجية، وذلك ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التي تتبناها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في هذا المجال. بنتكلم عن صندوق الصحة، شو الإنجازات اللي حققها وشو الحالات اللي تعامل معها. أكيد عن طريق تواصلنا مع الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذ سالم. صباح الخير والنور يا أختي. أهلا فيك، حياك الله في صحة وسعادة. الله يسلمك. نبتدي أول شيء نعرف الناس فكرة عامة، شو هو صندوق الصحة وشو المهام اللي يقوم بها؟ جزاك الله خير. صباح الخير في البداية. طبعا صندوق الصحة من إطلاقه أو من قرار تشكيله أو إعادة تشكيله من خلال طبعا قرار صاحب سمو الشيخ حمدان بن راشد، حمدان بن محمد بن راشد، في 2018 أن يكون في من ضمن هيكلية هيئة الصحة في دبي. يعني الصندوق طبعا له مهام وله استراتيجية في طبعا رفع سعادة المتعاملين او رضا المتعاملين في دبي. يعني نعم. طبعا احنا اعتمدنا على مبادرات كثيرة لمساعدة يعني نقول احنا او رفع المستوى الصحة العامة لدى يعني مقيمي دبي. يعني نعم. نتكلم عن انجازات اللي حققها الصندوق وكم ميزانيته وشو الحالات اللي تعامل معها. طبعا شكرا لكم. صندوق الصحة يعتمد في البداية على دعم الشركاء الخارجيين، إن كان تجار أو إن كان مؤسسات خيرية أو إن كان دوائر حكومية يعني لها في نفس المجال أو في نفس الخط. يعني نحن طبعا دائما نصمم فعاليات أو مبادرات يعني ونشرك فيها الجمهور ونشرك فيها المؤسسات الخيرية يعني كداعم أساسي لمثل هاي المبادرات. مظلتنا الرئيسية نحن دائما هي مساعدة، اللي هي المبادرة الأساسية والأولى في صندوق الصحة واللي بدأ فيها يعني الشكل الرئيسي لصندوق الصحة. يعني ومساعدة طبعا هي أساسا هي هدفها مساعدة الناس المعسرين في تغطية برامجهم العلاجية ومساعدتهم في التكلفة العلاجية يعني أثناء وجودهم في
هيئة الصحة وفي مستشفيات هيئة الصحة. نعم. كم عدد المرضى المستفيدين؟ العام الماضي الحمد لله يعني احنا اذا بالتفصيل احنا نقول احنا قدرنا نغطي اكثر من اثنين يعني الاجمالي يعني تقريبا يعني مبادراتنا كلها بشكل عام فعالياتنا كلها يعني فوق 32 ألف مستفيد من البرامج اللي نفذها صندوق الصحة في 2019 يعني. ممتاز. طبعا أكثر من 120 يعني بس في مظلة مساعدة هي المساعدة العامة بالنسبة للمرضى، وكانت يعني المبلغ يعني في حدود 12 مليون. طبعا احنا لازم نقول احنا هاي كلها كانت دعم من الجمعيات والمؤسسات الخيرية. نعم. والتجار يعني او اصحاب الخير يعني اللي هم يساهمون فيها. ممتاز. من هم الشركاء في مثل هالمبادرات؟ ما شاء الله مبالغ ضخمة تنصرف، واكيد مثل ما تفضلت انه بفضل الله وفضل دعم الشركاء، فمن هم الشركاء الاستراتيجيين لكم في هالمبادرات؟ هو دائما دكتور احنا يوم ننفذ برنامج فنحن نشوف شو حاجة المجتمع او شو المؤسسات اللي ممكن تعنى بمثل هذه الاشياء. فعندنا مبادرة عيون طبعا ربطناها مع مؤسسة نور دبي. نعم. للعيون. صح. ويكون فيها برنامج مستمر يعني سنويا لدعم الحالات الانسانية يعني. فمبادرة عيون كنا احنا اشتغلنا عليها ودخلت معنا مؤسسة نور دبي للعيون. العام الماضي قدرنا نغطي يعني أكثر من 17 حالة تكلفة يعني حديث 300 ألف. يعني عندنا مبادرة الأمراض النفسية بعد اللي هي الأدوية الغالية بالنسبة لهم. نعم. والإقامة في المستشفى وهذه ولخصوصية الحالات هذه بعد وجدنا لها دعم من خلال متبرعين يعني دائمين لمثل هذه المبادرة، وطبعا بالتنسيق مع الأخصائية الكلينيكية اللي في مستشفى راشد. عندنا مبادرة القلب وهي انقذ قلبا، وهي تعتبر من المبادرات اللي يعني بشكل ما نقول بديناها من ايه من البداية مع قسم القلب في الجلطة الدماغ القلبية في مستشفى دبي، والحين في دبي وراشد مبادرة انقذ قلبا اللي هي الذبحة الصدرية اللي يعني بالنسبة للمرضى الذبحة الصدرية يعني. نعم. فغطينا في خلال 2019 أكثر من 63 حالة رجعوا طبيعيين، ومن خلال الباقة اللي استفادوا منها أنه رجع طبيعي ورد أكتف وعملي أو رد لعمله بشكل بصورة طيبة يعني الحمد لله. ممتاز ممتاز. الحمد لله بعد العيادة التطوعية بالتنسيق مع مستشفى لطيفة طبعا ومبادرة منهم بأن أطباءهم يكونون متطوعين بعد الدوام الرسمي في عيادة تطوعية للأمراض النساء. نعم. قدرنا نغطي يعني أكثر من تقريبا حدود كان العيادة كانت تكلفت في حدود 400 ألف، ولها دعم طبعا رئيسي بعد يعني من خلال شؤون إسلامية ومن خلال بعض المتبرعين يعني. نعم. وحققت طبعا شكل ما نقول احنا ما دام عيادة تطوعية حققت ساعات تطوعية بالنسبة للمتطوعين، وحققت طبعا حالات إنسانية قدرنا نعالجها خلال الفترة هذه. يعني الحالات وصلت من الباقة العادية اللي هي الفحوصات إلى حتى عمليات الأورام أو عمليات اللي تخص المرأة يعني. نعم. طبعا عندنا مبادرة رئيسية وكبيرة وتعتبر هي يعني بالتعاون مع شريك ثالث يعني نفذ لنا البرامج مع شركات الأدوية. والعام الماضي تقريبا هي برامج الأدوية اللي هي الأمراض الخطيرة المزمنة، وقدرنا نغطي أكثر من 222 حالة في هيئة الصحة كلها موزعة بين أمراض سرطانات إلى أمراض الأزمة، أمراض الروماتيزم الصدفية يعني الأمس أو التصلب اللويحي. نعم. طبعا هاي الأمراض كلها مكلفة يعني. صحيح. تقريبا 220 مريض تكلفة برامجهم هذه مع شركات الأدوية أو شركات الأدوية اللي هي تنفذ مثل هاي البرامج أكثر من تقريبا 30 مليون أو 37 مليون يعني. نعم. يعني هذا يغطي المريض يعني من بداية دخوله البرنامج العلاجي
نهايته يعني لمدة سنة كاملة يعني. ممتاز ممتاز. ويكون المريض يعني احنا عمل له شيرنج كوست او مشاركة في التكلفة، انه هو يغطي جرعة او جرعتين واحنا نكمل عن طريق برامج الأدوية مع شركات الأدوية هذه يعني. طبعا كل الأدوية اللي ننفذها كلها برامج يعني أدوية نقولنا نحن لأمراض خطيرة ومزمنة يعني ومكلفة. نعم. في كل الأحوال يعني. الحمد لله قدرنا نوفر للمرضى مثل هذه يعني البرامج أو العلاجية يعني. طبعا بعد في تقاريرنا إحنا عندنا المواسمية البرامج الموسمية اللي هي مثل الحين جاي قريب إن شاء الله يبلغنا رمضان، دائما نسوي المير الرمضاني أو إفطار الصائم بالنسبة للمراجعين للهيئة أو العمال البسيطين اللي موجودين في أثناء يعني فترة دوامهم أثناء رمضان يعني أثناء فترات الصيام. ممتاز. العام قدرنا نحقق يعني أن إحنا غطينا أكثر من 31,000 صائم خلال فترة رمضان، وبالتعاون مع جمعيات خيرية طبعا قدروا يغطون يعني الإفطار والمير الرمضاني بالنسبة للحالات هذه يعني. ممتاز ممتاز. ونجحنا العام الماضي في سقيا الأمل اللي هي مبادرات الشيخ محمد بن راشد اللي هي في صناع الأمل، ونجحنا فيها أن احنا نتبنى أن نقدر نحفر 50 بير بالنسبة باسم موظفي هيئة الصحة. والحملة بدأت العام الماضي لغاية الحين قطينا 12 بير، وإن شاء الله نكمل المشروع خلال السنة هذه. وهو يكون يعني تعرفين مشروع نوعي طبعا، وصول الماء النظيف من الأشياء الأساسية لتعزيز الصحة. بالضبط صحيح. هذا مختصر سريع لمبادرات أو النتائج اللي وصلنا فيها خلال 2019 إن شاء الله. إن شاء الله ممتاز. الحين بالنسبة ل 2020 ما شاء الله السنة بعدها في بدايتها، شو عندكم مشاريع ممكن تخبرنا عنها؟ والله إن شاء الله نحن الحين شغالين على أن احنا إن شاء الله بيكون فيه بشكل ما نقول احنا الاستمرار في المبادرات القديمه. نعم. اللي هي مثلا القلب او الكلى او هذا. نعم. يعني انا بعد ما نزلت احصائيه الكلى كانت اللي هي انقذ حياه بالنسبه لمرضى الكلى. نعم. وتكلمنا عنها قبل بالنسبه لزراعه القسطره الدائمه بالنسبه لمرضى غسيل الكلى وتجهيزهم للغسيل يعني في اي مكان ممكن يكونون يعني موجودين فيه. ممتاز. والحمد لله قدرنا نغطي عدد طيب يعني من هذه الحالات هذه. بالنسبة لمشاريعنا السنة هذه بنبدأها إن شاء الله في المرحلة الجاية بأول فكرة أو أول مبادرة اللي هي نحن ياسين ننفذ ندوة أو مسميناها حياة أمانة، وهي فكرتها أن احنا نقدر نعمل شكل نقول مع شركائنا يكون فيه لينك متواصل أو طوق متكامل أن الحالة تطرح في الموقع هذا، والحالات هذه تتغطى يعني من خلال الجمعيات في أسرع وقت ممكن يعني. ممتاز. فعلى أساس أن احنا نقلل أو يعني وقت الانتظار بالنسبة للمريض أو نغطي مساعدته من أكثر من طرف إن شاء الله. فهي الندوة إن شاء الله يعني خلال الأيام الجاية سنعدلها إن شاء الله، بتكون فيها عدد كبير من الجمعيات الخيرية اللي هي تهتم في هالمجال تكون حاضرة الندوة هذه، وإن شاء الله نطلع بنتيجة في المرحلة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله ممتاز. أستاذ سالم ما شاء الله مثل ما أنت قلت المبادرات هاي تعتمد بشكل كبير على الدعم، لو في حد الحين يسمعنا وحاب أنه يشارك في دعم هالمبادرات كيف ممكن يساعد معاكم أو كيف ممكن يدعمكم؟ هو طبعا يمكن التواصل ويانا يعني والتعرف على يعني برامجنا يعني يمكن عن قرب يعني، لان دائما احنا نحب ان يعني الواحد يطلع على تقاريرنا يعني ويكون فيه ان يتعرف على ان تبرعاته وين بسير او يعني شو الاجراءات اللي احنا نسويها على اساس ان احنا نضمن ان تبرعات توصل لمستحقيها يعني، او نوظف تبرعات الناس في الطريقه الصح يعني. فدائما نحب الناس تطلع على تجاربنا يعني في المكتب مباشرة، أو أن يتواصلون ويانا يعني من خلال الهاتف من خلال الإيميل يعني.
او يعني حتى احنا حساباتنا موجوده بالنسبه للتبرع، يعني موجوده في يعني ممكن يتواصل لنا نعطيه رقم الحساب للتبرع او لتبني اي مشروع من المشاريع. ممكن نشارك مع المستمعين رقم الهاتف على الاقل عشان يتواصلوا معاكم. ممكن تواصل يعني على مكتبنا اللي هو 04-219-1213، وإن شاء الله يعني نرد عليهم ونبدأ نستفيد من يعني نتعاون وياهم في عمل الخير إن شاء الله. ممتاز إن شاء الله. نشكر لك أستاذ سالم بلاحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي مداخلتك اليوم معنا بخصوص إنجازات صندوق الصحة خلال العام الماضي، وإن شاء الله نتمنى لكم مزيد من النجاح إن شاء الله في 2020. شكرا لك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. شكرا. شكرا. طبعا ما شاء الله مثل ما سمعنا إنجازات كبيرة، مرضى كثير تم تغطيتهم من خلال صندوق الصحة في أكثر من مجال، مجال الكلى، مجال القلب، حتى النفسية والأمراض المزمنة، كل هذه تم تغطيتها من صندوق الصحة. وهذه رسالة لجميع من يتابعنا وكل من يسمعنا، إنه إذا تقدر تبرع، ترى مو لازم يكون تبرع بالمبالغ الكبيرة، يعني في البعض يتوقع إنه إذا أنا بدعم مثلا مبادرات لازم أكون مليونير وأتبرع لهم بالمئات الألوف، مو بشرط. ترى مبادرات الصغيرة من عندي 1000، من عندك 3000، من عند هذه المبالغ الصغيرة اللي تتراكم مع بعض في الجمع ترى تساعد في مساعدة حالة من الحالات. فرسالة لنا جميعا، لا يغركم صغر أو كبر المبلغ، المهم النية أول شيء، وثاني شيء إن مبلغ على مبلغ على مبلغ ترى وايد يساعد. ف تبرعوا دفعت بلا عنكم عن عيالكم، انقاذ الحياة شخص ثاني. ودين الإسلام أصلا يحب دائما إن نحن نتبرع ونتصدق، فهذه واحدة من الأبواب اللي ممكن إحنا نستخدمها. إحنا وصلنا لنهاية برنامجنا، برنامج صحة وسعادة لليوم. شكرا لك أيمن سرحيل، كنت معي في الإخراج، معنا ما يخليني أسولف، يقولي دكتور خلاص خلص البرنامج. شكرا لك ميرا المرة، كانت معي في التنسيق، محدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله بلقاكم بالحياة الأسبوع الجاي، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.